المنظمة الرائدة في تنظيم المناظرات للناطقين باللغة العربية. الموعد كما تعودنا في زعمة نطرح كل مرة موضوع يهم الرأي العام التونسي ونعطيه للشباب ما بين 16 و 35 سنة الفرصة باش يسمع صوته يعطي رأيه، وهذا الكل باش نرسيه تقليد ديمقراطي عريق هو المناظرة. وموعدنا الليلة موعد استثنائي لأنه هذه آخر حلقة في موسم 2020 من زعمة، وإن شاء الله باش تكون لنا مواعيد جديدة في العام الجاي. الموعد زاد استثنائي بما أنه يتزامن مع مرور 10 سنين على ميلاد الثورة التونسية، عشرية أولى تعدات شهدنا خلالها برشا محطات هامة وعشنا فيها أحداث كانت محورية ومفصلية في تاريخ البلاد. هذا علاش اخترنا نرجعوا لكم في محطة جديدة من برنامج زعمة ونسألوكم، زعمة تونس ماشية في الثنية الصحيحة؟ أما أقبل وحفاظا على سلامة الجميع حبيت نرحب بالجمهور الحاضر معنا افتراضيا واللي باش يصوت كيف العادة في أول الحلقة وفي آخرها على الأطروحة نتاعنا اليوم، زعمة تونس في الثنية الصحيحة. شوية خير نفسر لكم علاش اخترنا الموضوع هذا في الفيتير مقبل وبطبيعة الحال في بالنا وتعازينا لولاية القصرين ولتونس ولشهيد الوطن على العملية الإرهابية اليوم الغادرة اللي راحت بروح شهيد الوطن. بالنسبة لنا العمليات هذه هي عمليات خلينا نخموا برشا الحقيقة، عقبة الذيبي ربي يرحمه وينعمه نرجع اليوم للأطروحة نتاعنا، برشا تأثر على خاطر إلى حد الآن ما زلنا نعيش على وقع الضربات الإرهابية هذه. تفرجوا بعضنا في روبورتاج يهزنا الخيارنا الليلة، زعمة تونس في الثنية الصحيحة، مرحبا بكم. 10 سنين تعدات اليوم على اندلاع الثورة، مرت خلالها تونس بعديد المحطات التاريخية منها انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة وحرة، دستور جديد وجائزة نوبل للسلام تعطات للرباعي الراعي للحوار، فضل مساهمته الحاسمة في بناء الديمقراطية التعددية في تونس. ومع هذا وخلال العشر سنين اللي فاتوا عاشوا التوانسة على وقع الاحتجاجات والمظاهرات، وشهدت البلاد صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولسبب أو لآخر عجزت الحكومات المتعاقبة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. من جهة أخرى وحسب الإحصائيات اللي عملتها مختلف مؤسسات صبر الآراء في تونس حول مدى تشاؤم وتفاؤل التونسي، اختلفت النتائج وتباينت بحسب الأحداث في كل فترة. فمثلا نلاحظوا اللي نسبة التفاؤل ترتفع مع مواعيد الانتخابات، في حين ترتفع نسبة التشاؤم بعد العمليات الإرهابية أو عند تشكيل الحكومات. اليوم وبعد 10 سنين على ميلاد الثورة مبادرة مناظرة تطرح السؤال من جديد، زعمة تونس في الثنية الصحيحة؟ زعمة تونس في الثنية الصحيحة. التشاؤم والتفاؤل عندهم قيمة كبيرة في حديثنا اليوم، لكن إن شاء الله تفهموا اللي من خلال سؤالنا والأطروحة نتاعنا اليوم نستشرفوا في المستقبل بعد هالعشر سنين ونحاولوا نفهموا شنو اللي جاي. خلي نرحب بالضيوف نتاعنا الليلة، نبداو بالفريق الأول المساند للأطروحة واللي يقول نعم تونس في الثنية الصحيحة والمتكون من جاسر الرياحي. مرحبا يا جاسر، شكرا لك اللي موجود معنا اليوم. مرحبا بك، شكرا لك والقيادية بحركة النهضة سنة المرس مدام مرتي، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. الفريق الثاني المعارض واللي رأى اللي تونس مش ماشية في الثنية الصحيحة متكون من مهند العوادي، مرحبا بك مهند، 16 سنة تسمعوا شوية آخر وقت يقول الحجاج نتاعو الأولى والمحامية والناشطة السياسية دليلة مصدق، مرحبا بك، شكرا لك اللي موجودة معنا اليوم في زعمة، مرحبا بك، مرحبا بكم الزوج، شكرا لك. احنا كيف العادة قبل ما نبداو طلبنا من الجمهور اللي حاضر معنا ليلة افتراضين يعطينا رأيه في الأطروحة، هاو التصويت أشعتها قبل انطلاق البث المباشر، 16% نعم، 84% لا، 16% نعم تونس ماشية في الثنية صحيحة، 84% لا. هذا يعني أن الحجاج لازم تكون قوية برشا من عندكم إذا كان تحبوا تربحوا الليلة. نذكر فقط أنه يكفي نقطة تتبدل في التصويت وواحد من جمهورنا الافتراضي يتقنع ولا يبدل التصويت ال 15-85 تكونوا هكا بدلت ويمكن الرأي، لكن اليوم بعد على بعضكم برشا. شكرا لكم، باش ننطلقوا مباشرة في الحجاج الأولى نتاع جاسر ومهند اللي باش نسمعوه.
أذكر الأطروحة اليوم هي زعمة تونس في الثنية الصحيحة. قد يبدو للبعض سهل برشا من الدار أنه يجاوب، لكن قبل خلي نسمعوا جاسر ومهند اش يقولوا وشنو الحجج نتاعهم. البداية باش تكون مع جاسر الرياحي، يعتبر أنه تونس ماشية في ثنية صحيحة. 99 ثانية اللي هو لونتين من غير ما يتحكم حتى حد في الديسكور نتاعو. تفضل جاسر. تفضل. عالسلامة توانسة، بلادنا في ثنية صحيحة، مادابا عندنا مكاسب حافظوا عليهم ونبنيوا عليهم مسيرنا نوصلوا. باش نذكر منهم ثلاثة مكاسب على سبيل الذكر للحصر. أول مكسب هو حرية التعبير، التونسي طوي يعبر من غير ما يغزى على يمينه على يساره وينقد، وهذا عنده دور كبير باش انه احنا نعالجوا مشاكل اجتماعيه كيما مثلا العنصريه اللي برشا جمعيات قاعدين يعالجوا فيها اليوم، وهذا اللي يخلي تونس تتصدر المرتبه الاولى عربيا والمرتبه 70 عالميا بالنسبه لمؤشر حريه التعبير، وهذا حسب الفريدم هاوس. بالنسبه للمكسب الثاني وهي الشفافيه، الشفافيه اللي يجينا الدستور 2014 وضمن الحق في النفاذ الى المعلومه. وقتها الولي الإدارة معاش تخبي عليه، معاش تخبي مع المعطيات اللي عندها، بالعكس تولي مفتوحة للكل، وهذا يعاوننا برشا على مستوى المراقبة على مستوى المحاسبة. ونحن هنا نحكيه على مكافحة الفساد اللي عندها دور كبير في الحفاظ على المال العام وحسن استخدامه. بالنسبة للمكسب الثالث واللي هو من مشهد سياسي مفتوح ومتعدد يخلي فما قوى اجتماعية ديما تقف وديما تقف البلاد في وقت الأزمات، كما الحوار الوطني في 2013 اللي وصلنا للدستور 2014 في المصدقة عليه في 26 جانفي، وزاد نحكيه لهنا على المبادرة اللي تقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم. هذا اللي خلينا نوصله مهما كانت ثنية طويلة مسيرنا نوصله. مازال عندك وقت 17 ثانية كانت حب جسر. في 17 ثانية هذه نقول باللي لازم الشعب التونسي يتمسك بالمكاسب هذه، لازم نبنيو عليها انها تكون ثنية طويلة وانها تكون ثنية صحيحة. هذا ما يعنيش انه هي صعيبة، هذا يخلي ديما الحل بيدينا. شكرا لك جسر. هذو من 99 ثانية نتاعك في الحجج الأولى شوية خرطين تلقى النقاش. حال الوقت أني نسمع مهند العوادي. نفس المبدأ مهند، لونتين ليك مفتوحة 99 ثانية. الفريق المعارض تونس ماشي ماشية في ثنية صحيحة. تفضل مهند. تفضل. عسلامة الناس الكل. تونس ماهيش في ثنية صحيحة. أول حاجة باش نبداو بالنظام السياسي متاعنا اللي هو نظام سياسي غير واضح، هل أنه برلماني 100% أو رئاسي 100%، وهذا اللي خلق تشتت على مستوى السلطة، أي تشتت على مستوى قرطاج وعلى مستوى القصبة. نقطة ثانية واللي هي الطبقة السياسية، الطبقة السياسية متاعنا متشرمة، أي داخلة بعضها. نشوفوا زادة في الصراعات اللي تصير تحت قبة البرلمان، وصلنا للعنف والسب، وهذا ما يسمى بالصراخ السياسي. النقطة الثانية اللي هي الاقتصاد متاعنا، الاقتصاد متاعنا منهار، قاعدين توا نعيشوا في الاقتصاد متاعنا نهار بنهارو، أون بريف، توا زاد بسبب غلاء المعيش، انهيار الدينار التونسي، ما الطبقة الوسطى أصبحت طبقة غير موجودة، شبه غير موجودة، ولينا نحكيو على مجموعة هكا صغيرة، أغنياء وأغلبية الشعب فقراء. نمشيو لحاجة أخرى واللي هي المهمة، التعليم، التعليم التونسي، المدرسة العمومية اتضربت اليوم، ما عادش تمثل المصعد الاجتماعي اللي حاشتنا به، المدرسة العمومية ما عادش قادر انها تكون الناشئة اللي باش تقود البلاد، ولينا نحكيو في العشر سنين هذوما على قرابة 100,000 تلميذ منقطع عن الدراسة، أي في العشر سنين قرابة مليون، من مليون تلميذ منقطع عن الدراسة، السؤال مطروح، شنو عملت لهم الدولة؟ وأنا كتلميذ تونسي نرى المدرسة كبناية، كوقت، كبرنامج ما عادش ماشي مع متطلبات العصر، وما عادش ماشي مع متطلبات سوق الشغل. على هذاك بعد اللي حكيته هذا الكل، ونتصور انتوما كتوانسه بهذه المؤشرات هذه نجموا نقولوا كان تونس ما هياش ماشيه في ثنيه صحيحه. وشكرا. نزل 7 ثواني. شكرا. مرحبا بك مهند، بارك الله فيك. نذكر مهند 16 سنه، حاضر روحك يا جاسر، حاضر روحك لسنة. السيد قال لك انا كتلميذ وكان لي معني هزنا للواقع نتاعو. نعرف اللي عندكم الحجاج نتاعكم شويه اخر. مرحبا بكم، شكرا لكم. لكن قبل خلينا نحكيو على هالعشريه هذيا اللي مارسني دليله مصدق مهند جاسر. عشريه فيها انتخابات بلديه تشريعيه رئاسيه، دستور جديد، مجلس تاسيسي، وعديده هي هو الحراك اللي كان موجود، لكن كذلك اغتيالات سياسيه، عمليات ارهابيه، والتونسي عاش حاجات ومحطات الحقيقه يمكن ما كانش يستنى فيها. يلا ريزومي ريكاب راجعين.
ذولي أهم المحطات اللي نجموا نعديوا ليلة كاملة في الخط الزمني هذايا، نسمعوا فيه المحطات ونشوفوا فيه المحطات، لكن هات نبداو بالنقاش المفتوح. أربعة دقائق، شكرا لكم على احترام الوقت. نبداو في النقاش الأول، كنتوا تسمعوا في الحجاج نتاع مهند وجاسر، باش نبدا مع الفريق الموالي. ألوغ جاسر، إجابتك الأولى على حجاج مهند، تفضل. بالنسبة لإجابتك الأولى على حجاج مهند، نحب نوضحوا حاجات. تفضل. في أول الحلقة زادة وماذا بين قاش نوضح فيهم برشا مرات اللي هو لازم مرة ما لازم نذكروا باللي أهمية ودقة المعلومات كي نحكيه وإسرتو كي نقولوا الشعب أغلبية الشعب التونسي فقير. إيش نجبت الستاتيستيك هذا؟ خاطر بكل بساطة عن هكا تونيزي ستاتيستيك نكتبوها على الجوجل نلقاو باللي راه 15.3% النسبة مقارنة هذه في آخر رابور خبط في سبتمبر 2020 لا تتجاوز 15.3% مقارنة ب 2010 اللي كانت نسبة تمثل 20.5%. هذه جست حاجة ركزوا فيها، موجودة كل ستاتيستيك طريقة رسمية على تونيزي ستاتيستيك، هذه حاجة مهمة نبدأ بها. مهند يقول لك رد بالك عايش مهند، ما تبداش ترمي في الأرقام جزافا وتقول لنا في الكلام هكاك الانطباعي، يقول لك راو يلزم المعلومة تكون صحيحة. إجابتك تفضل. أنا معناها كمواطن تونسي أي؟ ونعيش معناها ونخالط في الناس وصديق الناس الكل أي؟ نشوف أنه أغلبية الناس بالحق تحت خط الفقر، يمكن هو ما مشاش الجندوبة، ما مشاش الغار دماء، ما مشاش الفرنانة، ما شافش الناس كيفاش تعيش الناس غادي تعيش. ما نجمش نحشم شو قول تونس 3000 سنة حضارة، كيفاش 3000 سنة حضارة والناس ما عندهاش ماء غادي ذوكم بالحق. أنا حكيت هكاك وقلت إنه أغلبية الشعب فقراء، خاطر مشيت للبلايص هذيك وقابلت أطفال إنه بالحق معناها عار على تونس انه عندها اطفال كيف هكاك مهمشين. انا على هذاك قلت انه اغلبيه الشعب فقراء واشترت معناها اغلبيه صغيره اغنياء. هذا على هذاك. بالنسبه للمهند سلام مرسني عنده انطباع هو كشاب تونسي انه يرى في الفقر، انه يرى في التهميش، انه ما تبدل شيء، هذا على هذا بنى كلمه التوانسه فقاره. شو رايك تفضل تفاعل مع حجاج نتاعو الاولى اوتوكا تفضل. شكرا على الاستضافه الساعه. مرحبا بك. الحقيقة شوف احنا اليوم علاش ندافع على الأطروحة هذه اليوم تونس في الثنية الصحيحة، لأنه فعلا تونس في الثنية الصحيحة، لأنه اليوم وقت اللي نشوفه احنا تونس اللي والبلدان اللي بدأت الثورات بعد تونس بالضبط وين وصلت واحنا وين وصلنا. اليوم الثورة التونسية ما زالت صامدة في العشرية هذه رغم كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي عايشينها واللي هي حقيقة وواقعية، ماهيش احنا نكرين فيها اليوم ولا نقولوا مش موجودة، هي موجودة. اليوم عندنا جهات تعيش حالة فقر صحيح، تعيش حالة اجتماعية صعبة. أي أنا مذهبية أن سناء شوية الجهوية اللي فيها بتاعك. لكن حابك تتفاعل مع اللي قالوا مهند بالضبط. أنا اللي قالوا مهند وأنا الحقيقة نحب نحيي جهتي، أنا من جهة جندوبة وكنت نائبة على الجهة في الفترة التأسيسية وفي الفترة السابقة، الوضع في الجهة صعيب، ولكن ما يلزمناش نقولوا اللي الجهة كاملة فقيرة لأنه هذا موش صحيح. يمكن فما مناطق مشيت لها مهند ما يعرفهاش، مهند وقت صارت الثورة عمره 6 سنين يمكن البلاد ما يعرفهاش كما احنا مشينا لها وشفناها. راهو في جهات الداخلية راهي ترزت ميزانيات وتضاعفت، راهو فما مشاكل أعمق برشا من اللي كان يحكي فيه مهند. يعني طريقة التسيير الداخلي في داخل هذه الجهات وطريقة توزيع الميزانيات وطريقة التصرف فيها راه فما تفاصيل ونجموا نعطيو أرقام يعني في الشأن هذايا ممكن نحكيو فيها بعد ذلك. واضح مدام شو انطباعك على الكلام الأول اللي قاله جاسر في الحجاج نتاعو؟ يقول تونس ماشية في ثنية صحيحة، مؤسسات يقول مكتسبات اليوم نجموا نحاسبوا الإدارة. شنو رأيك في كلامه؟ انطباع أولي. ساعة أنا ثم نقطة لازمنا نوضحوها، كيف نقولوا احنا تونس ماهيش ماشية في طريق صحيح مش معناها أنه احنا ضد المسار الثوري أو أن احنا ضد الثورة بيه. احنا شاركنا في الثورة وأمننا بالثورة ومهند كيف مهند نأمنوا بأنه الثورة كانت الفرصة التاريخية لتونس باش تنتقل إلى الدول المتحضرة وتنتقل إلى مستوى آخر من اللي صار وأنه
كل الطبقة السياسية اللي تنادي بالثورة ومأمنة بالثورة إلى سابوتي الثورة. عملت كل شيء باش تفشل الثورة، عملت كل شيء باش تكره الناس في الثورة، عملت كل شيء باش تؤدينا إلى نتائج سلبية. كيف حكى مهند على نسبة الفقر اللي ارتفعت، ماهيش مسألة أرقام، لأنه تو نفسر لك من بعد جسر كيفاش يتخدموا الأرقام وكيفاش يتخدم التو اللي يخدموا عليه فقط لحظة. لكن إذا نحب نكونوا بريسي، ثم معاينة يعيشها الشعب التونسي اليوم، حتى لو كان شهري زادت التضخم زاد والأسعار زادت، دونك الإحساس بالفقر أكثر. جيتك الكلمة دليل مصدق، جيتك الكلمة دليل مصدق. سنة مارسني 99 ثانية طرحك أنت اليوم زعمة تونس ماشية في ثنية صحيحة، تفضل. لا شوف، احنا لازمنا نكونوا متفاهمين، معناها احنا اليوم علاش نقولوا تونس في الثنية، في الثنية الصحيحة؟ لأنه هي فعلا في الثنية الصحيحة، ما دام في الثنية الديمقراطية فهي في الثنية الصحيحة. اليوم في تونس عاشت فترة اللي هي فترة تأسيسية وفترة مرحلة انتقالية، واللي تقتضيه المراحل الانتقالية الكل، معناها في كل الدول اللي عاشت ثورات كما تونس الكل فيها فترة تأسيسية من الأول. بلادنا عاشت فترة من 2011 ل 2014 الكلنا عايشناها ونعرفوا اللي كانت فترة صعيبة، فترة كتابة الدستور. اليوم الدستور هذايا هو بيدو، احنا اليوم قاعدين معناها نتصرفوا كنخبة سياسية وكمنظمات وطنية من داخل هذا الدستور، نقول اليوم الطبقة السياسية اللي أفشلت الثورة، الحقيقة ماذا بيا نفهم كيفاش أفشلت الثورة هذه. يمكن إذا كان هي بالنسبة لكم اختارت نظام سياسي اليوم تراو اللي ما يعجبش، وكأنه النظام السياسي هو فقط موضوع صلاحيات وتوزيع صلاحيات برئيس حكومة ورئيس جمهورية، وهذا ماهوش صحيح. يعني اليوم قاعدين نشوف اللي مشكل الصلاحيات قاعد يطرح اليوم، وقت اللي احنا كنا في 2014 في رئيس جمهورية آخر اللي هو سيلباجي قايد السبسي، من الأول ما تطرحش الموضوع هذايا، ورئيس الجمهورية بالصلاحيات اللي عنده كان يمارس في صلاحياته ويقدم. أنا اليوم نسأل، اليوم وقت اللي نطرحوا موضوع النظام السياسي اللي احنا نحبوا نبدلوه، موضوع التمثيلية في البرلمان مش مرتبطة بالنظام السياسي، راهي مرتبطة بنظام الاقتراع اللي احنا مانيش مختلفين، اللي احنا مع نظام اقتراع يسمح بأغلبية برلمانية واضحة قادرة انه تقود الحكومة وقادرة باش تحقق استقرار سياسي، احنا هذا متفاهمين فيه. كيفاش نوصلوا له انه احنا نجيو نبدلوا النظام السياسي بكله، نقولوا هذا نلوحوه ونعملوا نظام سياسي جديد؟ ماهوش هذا، يلزمنا نمشيو نختاروا لي بيس اللي احنا ممكن نتناقشوا فيهم ونلقاو فيهم معناها. وصلت الفكرة، احترام الوقت يعيشكم. دليل مصدق 99 ثانية علاش انت معارضة وتعتبر انه تونس مش ماشية في الثنية الصحيحة، تفضل. باش نفسر لك علاش نقول تونس ماشية في الثنية الغالطة، لأنه في سنوات الأولى للثورة واللي هي كانت سنوات ثمينة وغالية جدا جدا، لأنه كل الطريق الكل يترسم. شنو اللي صار في العامين الأولانيين؟ كان من المفروض في العامين الأولانيين أنه نحسموا في القضايا جوهرية وناخذوا فيها موقف موحد البلاد الكل، كان من المفروض أنه الطبقة السياسية الكل تجتمع حول طاولة وتحسم في مسألة الإسلام السياسي وفي مسألة العنف السياسي. كان من المفروض وأنه نتلقاو الكل ونقولوا ثم حاجات تنجم تتعدى، وحاجات احنا كتوانسة مهما كانت قناعاتنا الحزبية، مهما كانت ايديولوجيتنا، ما نقبلوهاش. ما نقبلوش استعمال الدين لممارسة السياسة واستعطاف الناخبين، ما نقبلوش استعمال العنف لترهيب التونسيين. المسألة الثانية اللي كنا من المفروض في 2011 و2012 نقعد ونتفاهموا عليها، والياس تعرفها مليح وديما نقولها في الإعلام، هي الخيارات، هي الخيارات الكبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. أي تونس نريد؟ أي قطاع؟ أي دور للدولة التونسية في المسألة الاقتصادية والاجتماعية؟ أي دور للقطاع الخاص؟ أي دور لصناديق الدعم؟ أي إصلاحات نريد؟ هذا الكل ما قعدناش وما تفهمناش فيه. المسألة الثالثة اللي ما تفهمناش فيها واللي همشناها واللي هزتنا الهاوية هي العدالة الانتقالية. ما قعدناش وما عملناش مسار توافقي حول العدالة الانتقالية لمعرفة الحقيقة وكتابة التاريخ باش من بعد يصير الاعتذار ويصير المصالحة. ما تمش هذايا. كذلك الفساد، ما كانش عنصر توافق بين الناس الكل، وأنه ثم استراتيجية وطنية للفساد، وقعدنا نخدموا بالمواضيع هذه. شكرا لك، شكرا لك. نخدموا بها انتخابيا وخليناها بالعاني في اللونج ويتي. وصلت الأفكار الكل. أربع دقائق من النقاش المفتوح، نبدأ معك جاسر. جاوبهم على الطرح نتاعهم، حجج واضحة. دليل مصدق تقول لك الضوابط ما تحطتش والأسئلة الكبرى ما تمش الإجابة عليها، تفضل تفاعل معها. بالنسبة للتفاعل زادة مع اللي قلناه من بكري، على حكينا زادة على المبالغة. احنا ما قلناش بلي ما فيش فقر في تونس، قاعدين نراو ماناش في برج عاجي. انا منحومة عربي
وزاد ان نمشي لجميع الاحياء زاد بصفت انني زاد بالنسبه استنيت من الاستاذه انها تعطينا زاد هي نظره اكثر موضوعيه وتثمين الارقام اللي هي مهمه خاطر الشعب التونسي اليوم يحكي في حاجات لازم ديما يستعينوا بالافكار باش كل حكايه عقلانيه بالارقام باش كل حكايه عقلانيه اكثر انطباعيه دونك واضح اكزاكتومون بالنسبه للكلام اللي قالته الاستاذه وتقول في العميل الاولين ما تمش الحسم في قضايا جوهريه كيما الاسلام السياسي وغيره نتصور بلي في البلاد تشهد دكتاتوريه ولا قهوه ولا اضطهاد لفتره كبيره في ظرف عامين باش يكون فما الاريحيه هذه والعقلانيه هذه بين اطراف كانت مضطهده بيصير فيها انفجار وباش تخرج للشارع باش عندها حق هي باش تعبر وهذا هو اللي احنا بنينا عليه المسار الثوري نتاعنا وهذا عادي جدا عادي جدا يقول لك فما انفجار والانفجار يجيب نوع من التعاطي بعد الدكتاتوريه مع انفجار للحريه شنو رايك؟ انا رايي مدام دليله ذكرت خمسه حاجات اللي هما ايش عليك في مدام دليله جاوب جاسر جاوب جاسر باهي لو كان جينا الخمسه حاجات هذوك طبقناهم في الثوره نتاعنا لو كان راي فما حاجه يمكن نتيجه باهيه شويه هكا ونتصرفوا بها كتونسيين بعد العشر سنين هذوم لكن بعد العشر سنين هذوم يمكن حصلنا حريه التعبير اللي هو الفصل 31 لكن الفصل هذاك اخويا ماهوش باش يجيب لك الاقتصاد ماهوش باش ينحي لك البطاله ماهوش فهمتي باش يرفع لك في التنميه صحيح هو مكسب لكن يلزمنا نمشوا لحاجات اخرى عندك زي ما ياكلش الخبز الانفجار نتاع الحريات تفضل بالنسبه للانفجار نتاع الحريات هو النفس اللي ياخذوه الناس بعد الثوره من حق الناس انها تتنفس وهذه ليش جات الثوره التونسيه كي تقول لي بلي حريه التعبير ما تجيب شيء وبلي حريه التعبير ما عندهاش يعني لا ما تغطنيش ما تغيرش ما تاكلش الخبز حسب ما قال الياس تمنيت انك كان سمعتني كي حكيت من الاول على دور حريه التعبير في علاج المشاكل الاجتماعيه اللي عندنا في تونس شنو؟ التمييز العنصري حكاية فارغة؟ جهوية حكاية فارغة؟ قضايا كبرى يقول لك قضايا كبرى مدام تنجم تجاوب بيسير انتم راهو فريق واحد تفضل جوستومون حبيت نرجع له راهو ما نجموش نتمسكوا بزوز مكاسب ونقعدوا نلكلكوا فيهم تفهمنا حريه التعبير والنفاذ للمعلومه والديمقراطيه واللي هما هذوما ثلاثه راهو ما تحقوش بفضل مجهود الطبقه السياسيه راهو حققهم الشارع التونسي بعد ما حققهم هذوما وافتكهم بالقوه الشارع التونسي اعطى المشعل للطبقه السياسيه اللي هي المفروض النخبة وما هيش مش من حقها أنها تنفجر وتسلم مدى. في مشاكل البلاد لا ما زلت ما جاوبتوش الوقت ما عندهاش حق باش تنفجر لازم تكون عندها عقل لا. ولازم تكون عندها القدرة وأنها تحل دليلة. المشاكل الجوهرية نتاع تونس لا دليلة وصلت الفكرة باش نستدعاكم أنه الوقت تحترموه باللي تنجموا قلنا أربعة دقائق نقاش استوفيتوا النقاش والحقيقة باش نعطي أكثر الكلمة راهو الجاسر ومهند يلا نتعادى مباشرة للمحاجة في فقرة المحاجة أسئلة للفريقين نبدأ بالفريق الموالي في سؤال أول والإجابة لكم على مدة دقيقة من زمان في 99 ثانية لو كان لخص الوضع الحالي شبه إجماع على وجود هو بين المؤسسات الدولة والشعب عدد كبير نسبيا من السياسيين يطالب بحل البرلمان تغيير بعض فصول الدستور وينادي حتى بجمهورية ثالثة فهل هذا مناخ يوحي بأن تونس في ثنية صحيحة؟ تفضل جاسر ومدام مرسني تنجموا تجاوبوا بين بعضكم 99 ثانية تفضل أنا الرأي بلي المناخ هذا أي هو ما زلنا نقولوا بلي تونس في ثنية صحيحة خاطر كي نقولوا أغلبية الحلول اللي نلقاوها هنا واللي يقولوها الطبقة السياسية أغلبية منها مش الكل الحلول موجودة داخل الدستور وذكرت من بكري مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الدستور راه يتم تعديله الحوار مازال موجود أنت الحوار مازال موجود ومهم الحوار والديمقراطية هو من أهم مقاومات نتاع الديمقراطية هذا من جهة وهذه حاجة مهمة برشا لازم نخدم عليها أنا نحب نقول فقط أنه اليوم المطلب هذايا نتاع حل البرلمان ولا الهوة اللي حكيت عليها بين المؤسسات الدولة وبين الشعب راهو اليوم مطلب نتاع حل البرلمان كي نجيو نشوفوه ونحاولوا ندققوا فيه شويه ما نلقاوش مطلب الشعب ما عندناش احصائيات اليوم تقول والله نسبه 90% من الشعب التونسي يحب يحل البرلمان ابريتو البرلمان هذايا هو نتاج لانتخابات هو نتاج لاراده شعبيه شكون اللي جاب ال 217 نائب للبرلمان هما الشعب التونسي ولا فبالتالي اي تغيير يكون بانتخابات مقبله فبالتالي اليوم نحكيو على حل ماهوش باش يضيف في الجانب الاقتصادي
الاقتصادي والاجتماعي. اليوم تحل البرلمان من بعد والفراغ اللي باش يكون موجود، شنعملوا الصلاحيات هذيك نضيفوها لرئيس الجمهوريه يولي عنا معناها دكتاتور جديد في البلاد. فبالتالي هذه المساله الحقيقه حتى في طرحها محتاجه انه نجي نفصلوا شويه، من ما تكونش مساله عامه والله احنا اليوم فما مطلب في حل البرلمان. خلينا نشوف شكون قاعد يطلب في حل البرلمان. فما جزء من نخبه سياسيه من المعارضه ربما اللي نجم تكون ما لقاتش الحل داخل البرلمان الديمقراطي، قاعده تلوج عليه في الشارع، واللي هو كان تجي تحكي مع المواطن التونسي مش هذا اللي يحب عليه ومش هذا اللي نجم يحلوا مشاكله. شكرا لك الاجتماعيه والاقتصاديه. شكرا لك مدام مارستي، خذيت الوقت. خلينا نعطي السؤال للفريق المعارض. قوانين مهمه، قوانين ثوريه، حريه ضمير، قوانين جوهريه واساسيه خلال العشريه الاخيره تم ارسائها في اغلبها السابقه عربيه وافريقيه، هذا مش دليل انه احنا في الثنيه الصحيحه سي مهند ولا دليله؟ تفضل مهند. نعم، ولا يمكن زياد على خاطر لاحظوا معناها انه معناها اغلبيه القوانين صحيح موجوده وكل، لكن مازال معناها مازلنا ما دخلناش في التطبيق الكلي معناها لهذيك كما حكيت لك انه اي ولا في نفس الوقت. وزاد نخلي المجال لمدام دليله، يمكن هي عندها اكثر معناها هكا اطلاع على المجال هذايا تحكي عليها اكثر مني. تحكي عليها انت تقول اي ولا بالنسبه أي ليك نصوص أي. تطبيقيه مش موجوده، نصوص تشريعيه كبيره تم سنها اما قعدت في الرفوف، هذا ايش حبيت تقول؟ عاونتك شويه، تفضل دليل. لا نقولوا انه راهو كي نقولوا مش ماشيه في ثنيه صحيحه مش معناها ما ثماش مكتسبات، صحيح ثم مكتسبات لكن المكتسبات صغيره جدا باغابوغ للفتره اللي تعدات تو 10 سنين، لازمنا نتعداو لحاجه اخرى، مش معقول وانه نقعدوا شادين فيهم هذوما زوزة كهوا. اليوم احنا في بلاد انغوفرنابل، غير قابله للحكم. بلاد حتى حد ما ينجم ياخذ فيها قرار، بلاد حتى حزب ما يتحاسب فيها. بلاد تحكم فيها طبقة سياسية مدة 10 سنوات كل ما قامت به وأنها إلى سابوتي نفسها، معناها جابت كل الأسباب لإفشال الثورة هذيا. موافق أنت مهند؟ موافق كلنا عاد تقول فيه الأستاذة. وفيه الأربع دقائق مازالوا مازالوا 99 ثانية 99 مازالوا 18 ثانية. الاشكال الكبير اليوم لازمنا نغزروا روحنا في المرايه ونقولوا غلطنا شعبا، رغم التشريعات رغم المكتسبات طبقه سياسيه غلطت لانها كانت تنجم تعمل احسن من هكا، وشعب تونسي غلط لانه كان ينجم يعمل احسن من هكا اذا نقصنا شويه من الانانيه والانتهازيه. الديمقراطيه وكما تعرفوا، سؤال لكم جاسر ومدام مرسني، الديمقراطيه وكما تعرفوا ليست فقط مؤسسات وانتخابات، واليوم تقريبا كل المسارات تشهد في اختلالات كبيره، ولعله ما يوجد في تقرير محكمه المحاسبات وعدم تفاعل القضاء دليل على ذلك. شنو ردكم؟ واقف البلاد، واقف القضاء، واقف المحاسبه. المحاسبه واقفه في البلاد نتاعها، المحاسبه واقفه، دليل على ذلك انه محكمه المحاسبات تخرج تقريرها لكن من بعد القضاء ما يتحرك. شنو رايك؟ صعب بالنسبة أن تولي محكمة المحاسبات موجودة أصلا، وهذا ديجا مكسب يعني ديجا يحكم. موجودة من قبل لا لا لكن كانت الدائرة محكمة انت عاد انت مختصة في القانون. كانت الدائرة عندك حق، تفضل وصل. لذا نجم بعد تحكي أكثر الأستاذة، هي زادة محامية تنجم تحكي برشا على المجال هذا. أنا زاد طالب قانون تو نكمل الطرح نتاعي. كي نقولوا أن محكمة المحاسبات تولي موجودة وتخرج هي وتقول راه بلي فما تجاوزات قاعدة تصير، هذا بيدو مكسب. بالنسبه للقضاء ورينا ديجا، شنو قيمته اذا كان ما فماش محاسبه جاسر؟ ها هو شنو قيمته فين؟ بالنسبه احنا ساعه هذا يخدم الفريق المعارض بيان سور، نحن نحبوا احنا نقدموا في البلاد نتاعنا في اطار مسار ديمقراطي والكل لازم نحكيو باللي راه نبداو خطوه بخطوه، وما دب احنا ديجا كسبنا باللي محكمه المحاسبات يعني تصدر التقرير نتاعها. زاد احنا الحوار الوطني قاعد بالطرح اللي فيه يقول لك تحييد القضاء والكل، لذا هذا نتصور انت تقول مسار كامل رغم اني معارض للفكره هذه نتاع انه القضاء ما ينظرش. انا ما نقولش في تونس فماش مشاكل، فما مشاكل والقضاء ووزاره العدل هي وزاره سياديه، لازم القضاء هو سلطه يعني يتحمل مسؤوليته. جوست رد بالك على الطاوله كل... شويه تفضل. شكرا على التفكير. شكرا. لا انا نحب نقول فقط في علاقه بتقرير محكمه المحاسبات انه لازم ناكدوا
اللي التقرير هذايا مهم في مسار شفافية العملية الانتخابية ككل. ولكن خلينا الساعة نحبوا ندخلوا شوية موضوع تفصيلي نرميه كلمة نقوله محكمة المحاسبات وتقرير محكمة المحاسبات وكأنه يتضمن عقوبات ويتضمن يعني جرائم واضحة ولا قضاء ما تحركش يعني في حيالها. ماهوش صحيح هذايا ماهوش صحيح. احنا في التقرير هذايا على الأقل كحزب سياسي قدمنا موقفنا فيه اليوم اللي شو اجابتك على تقرير محكمه المحاسبات؟ لا لا اسمعني اتوجه في تقرير محكمه المحاسبات اللي باش تنتج عليه يعني ما يمكن تكييفه كجنحه او كجريمه القضاء يلزم يتعهد مباشره ما يحتاجش انه اليوم لاي معناها تكليف ولا حاجه باش ينجم يتعهد مباشره. وفما مراحل تقاضي ابتدائي واستئنافي واللي يقر القضاء ادانته ويتحمل مسؤوليته. احنا بطبيعتنا ما فماش معناها خلاف في هذا. وصلت الفكره مدام مرسني. تقول انت على اطوار ومازال المسار متواصل. الفريق المعارض تونس مش ماشيه في الثنيه الصحيحه كما تقولوا به. اوكي ناخذ عليكم الطرح هذا، لكن اعطيونا شنو التغييرات الهيكليه والقطاعيه باش تونس تشد الثنيه الصحيحه؟ تفضل سي مهان. ترى اليوم احنا كهكا نطالبوا بحوار وطني جامع دون اقصاء ودون تمييز من اقصى البلاد، معناها من اجل وضع خطه لانقاذ البلاد هذه، خاطر هذيا مالها الا بلادنا ومالها احنا باش نحدوا معناها. يغسلي في عينيا شنو نجم يكون فيها الخطه هذه؟ تفضل باش تصفق فيا شنو نجم يكون فيها الخطه هذه؟ تغيير النظام الانتخابي وارسال المحكمه الدستوريه، خاصه المحكمه الدستوريه اللي تعطلت، وزاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وضع خطه لانقاذ عاجل حتى لا ينهار الاقتصاد اكثر. وانت كما تعرف سيدي اسمعني الاقتصاد نتاعنا منهار على الاخر على الاخر على الاخر منهار منهار اي. وزاد معناها باش نزيد حاجه اخرى والازمه الاجتماعيه زاد ما تجيش معناها ما تزيدش اكثر تتفاقم. دليل مصدق انك تعطي خطه في 99 ثانيه مش ممكن. تعطي خطوط عريضه كيفاش ترى اللي حكيت ثم خمسه مسائل كبار في تونس اللي لازم نقعدوا ونعاودوا نحلوا فيهم نحلوا عليهم الكتاب ونتفاهموا فيهم. الخيارات الكبرى الاقتصاديه والاجتماعيه مع المنظمات الاجتماعيه حكومه واحزاب سياسيه والنقابات المهنيه استراتيجيه وطنيه الناس الكل تنخرط فيها لمكافحه الفساد. اصلاح القضاء مساله عاجله لانه بلاش قضاء مستقل ونزيه يستحيل باش تتغير حال البلاد والفساد مش يزيد. مساله العداله الانتقاليه الحسم فيها نهائيا باش نتعداو الحاجة اخرى ما نقعدوش في كل انتخابات نلكلكوا. مساله العهد البائد والعهد الجديد ما نقعدوش في كل انتخابات نلكلكوا. مساله الفساد وما نعملوا فيها حد شيء ما نقعدوش في كل انتخابات نلكلكوا. في مساله الايديولوجيه انت مع الاسلام السياسي ولا انت ضد الاسلام السياسي نقطع مع المسائل هذه اللي عامله فونت كوميرس للانتخابات. انتهى التوقيت شكرا لكم. ونمشيو للمسائل الواقعيه. انتهى التوقيت شكرا لكم على احترام التوقيت. نعرف راه صعيبه شويه فريستون صعيب مستنسين محلوله الامور. يلا نمشيو مباشره للفقره اللي من بعد نحكيو على السوشيال ميديا وتفاعلكم انتم مع زعمه. الاسئله باش تمشي مباشره للفريق الموالي والفريق المعارض. تفضلوا. لا لا الوقت نفس الوقت مدام مارسني نفس الوقت بالضبط نفس الوقت ومعطيك تخرج بالكرونو يعطيكم الوقت ما تخافش. اي اون اي با دون لو ديزاكور. اي لا 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 من بعد تنجموا في الاخر تتفاهموا وبعد في الاخر فما نقاش نهائي فما نقاش نهائي في الاخر. شكرا لكم متابعينا. نذكركم انه هذا موعدنا مع الحلقه الرابعه والاخيره في موسمنا الاول من برنامج زعمه، وانه موضوعنا الليله يتزامن مع ذكرى العاشره للثوره ويقول موضوعنا زعمه تونس في الثنيه صحيحه ولا لا. فقره السوشيال ميديا تتفاعلوا معنا. بعض التعليق الاولى باش نعطيكم التعليق استاذه جاسر أستاذة أسامة المرسني. من التعليق اللي جاتنا تعليق من عند حميد الحاج اللي يقول التونسي ما تعنيهش حرية التعبير، تعنيه الأفعال والتقليص في غلاء المعيشة في البرلمان. كل القوانين المقترحة لفائدة الفئة المستعفة ألغيت، لذلك لسنا في الطريق الصحيح. تعليق آخر يجينا من عند محمد يقول لا تونس مش في ثنية صحيحة حتى طرف الوجوه الجديدة، أما النظام هو هو. تفضل لسلام نبدا معاك وبعد جايك جسر. طبعا التونسي تعنيه الحريه لانه وقت اللي نشوفوا احنا من 2011 لليوم بلادنا ما زالت لليوم تحتكم في خلافاتها للدستور لمؤسسه الدوله مهما
مهما شنو نقول وإحنا فيه الدستور يعجبنا ما يعجبناش نحبوا نبدلوه ما نحبوش نبدلوه، ولكن التونسي تعني حرية التعبير. اليوم نحكيه على القوانين اللي ما تخدم كان فئة معينة ما تخدمش فئة لا تخدم الفئة مش صحيح. حتى نعطيك مثال احنا ما عندناش برشا معناها البرلمان التونسي صادق على قانون لتشغيل من طالت بطالتهم. نجم احنا من نتفق مع نجم فما فئة من التونسي يقول لك احنا 10 سنين برشا برشا باهي ولا ما عندناش ميزانية ولا التحديات، ولكن فما مقترح اليوم يحكي على الفئة هذه. عشر سنين بعد الثورة كان عنا احنا لو فما تفاصيل لزمنا زادة نحكيوا عليهم اليوم ولزمنا زادة نسلطوا عليهم الضوء ما نقولوش احنا ما صار شيء بعد الثورة. لو كان عنا ناس تخدم في آليات هشة تيلت سنوات قبل الثورة كانت تاخذ معناها كان ما عندناش تغطية اجتماعية ما عندهاش حقوق مهنية. بعد الثورة تم تسويت وضعيتهم وتم إدماجهم ولا عندهم حقوق كيفهم كيف كل موظفين. فبالتالي كيفاش الثورة هذه ما تعنيش الفئة المستضعفة بالعكس الفئة المستضعفة عندها أهمية. أوكي مادام وصلت الفكرة نعرف راهو نعرف اللي الوقت يقلقكم شوية خاطر يزرب لكن برشا يقلق برشا. هذا لا ما يقلقش برشا خاطر ثاني اكزرسيس وإذا كان السنس تشوف كيفاش نوليو نجمو نجاوبو بإطار بالنسبة للسؤال الأول والكومنتار الأول الثاني يعطيني الثاني يقول تونس مش في ثنية صحيحة حتى تعرف الوجوه جديدة أما النظام هو النظام هو بالنسبة أنه نقف على حاجة واللي ذكرت من بكري وحكيت عليها مع الفريق المعارض مش في ثنية صحيحة حتى تعرف لا وجود إلا التنسيب لا وجود إلا التنسيب هذا نحكي فيه التوانسة فقراء الأغلبية فقيرة هاو نبكي ليش خان أعطيه أرقام أعطيونا حاجة صحيحة نزيد نقول له بالنسبة للنظام هو أما نظام هو نحكي عن منظومة نتاع قبل 2011 هو لا مستحيل علاش قاعدين نراو احنا في قاعدين نراو في نسبه التعذيب كبيره يعني كبيره اليوم كما كانت قبل قاعدين نراو نجم نحكيو احنا هنا كان الكلام هذا متوا صحيح نجم نكون فريق المعارضه ونكونوا احنا موجودين وقاعدين نحكي في مساله هامه كما هذه اليوم في الاعلام ما نصورش الفريق هذا ما نصور التعليق هذا وصلت الفكره عايشك وصلت الفكره بالنسبه لفريق المعارضه الاطروحه زعما ليله مهند ودليله التعليق الاول يجينا من عند احمد نقراو منه جزء تونس في ثنيه صحيحه وما يقع في البرلمان ظاهرة صحية ككل البرلمانات في العالم فالاختلاف سنة كونية وتذكير جماعة حل البرلمان أنه اللي انتخبهم هو الشعب التونسي بكلنا نتحمل مسؤوليتنا ونغيروا من أنفسنا كل واحد من موقعه. دونك هذا مهم اللي يقول فيه أحمد في علاقة بأطروحتكم. في تعليق ثاني من عند خميس يقول الوضع الاجتماعي ساء ولكن ارتحنا من كلمة الحيوت بوذنيها والناس ما عادش تخاف من بعضها. دونك مرة أخرى يرجع المكسب الحرية اللي جعل للجميع كلمته طليقة. نبدأ معاك مهندس جاوب الناس اللي يكتبوا شهادية على السوشيال ميديا. باهي تعليق الأول اللي معناها حكي على حل البرلمان وكل شيء منيت نفت عاود تقرأ لي شوية نقرأ لك تونس في الثنية صحيحة وما يقع في البرلمان ظاهرة صحية ككل البرلمانات في العالم. هذاك اختلاف موجود في المجتمع يتم النقاش فيه ويتم التشريع. شنو رأيك؟ ريت البرلمان نتاعنا البرلمان نتاعنا ما فما قوانين مثلا كيما حكينا على الفئه المستضعفه بكري انه ما عادش نلاحظوا بكري معناها ما نبعدوش لبعيد زياده في الفارين وزياده في السمين وتخفيض في الضرائب على سوم اليخوت. هذا كيفاش تنجم تفسر؟ اي لا لا داكور دوكي لكن رد بالك مهند اعطيني هذايا مره اخرى ينجم يرجع لك الانطباعيه هي بيدك قالت لك مدام مرسني عندي انا قانون جديد للمعطلين واللي طالت بطالتهم راه زاد اللي هما عندهم قانون هي الاستاذه جوستمون اعطتنا المثال الهايل كي تقول لك انا عندي شهر ملي صوت على قانون لتشغيل شباب العاطل على العمل لمده اكثر من 10 سنين وبعد يجي قانون الماليه ما فيه رصد لاي ميزانيه لتنفيذ هذا القانون وقت يظهر لك كيفاش المساله الماليه سامحني فيه يا استاذ فيه فصل هذه مغالطه فيه فصل قانوني بايش هذايا المثال الاحسن كيفاش ناخذوا قرارات في البلاد هذيا لكن الازمه الماليه والازمه الاقتصاديه موجود ما في القانون الماليه خليتنيش تكمل قلت موجود الفصل موجود على سوء تصرف واضح مش سوء تصرف على انه الازمه الماليه تربطك من يديك ومن ساقيك وتولي تهمش المساله الحريات ومساله الديمقراطيه
وتغطسك في المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. اليوم واضح كيف واضح لا 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 ما عادش وصلنا للنهايه. ماشي فقط نقولوا انه اليوم تونس مش في ازمه. لا ما تكنيش بالكلام. ماشي فقره المواجهه على حافه الافلاس. فقره المواجهه اذا يتعلموا يحترموا ضريبته الديمقراطيه والحريه. نمشيوا لفقره المواجهه مباشره ما بين مهند وجاسر. تفضل. سخونه شويه الاجواء ما عادي جدا وقت اللي نتسائلوا زعما تونس في الثنيه الصحيحه. البدايه كيف العاده باش تكون ما بيناتكم الشباب عندكم دقيقتين باش تطرحوا فيها الاسئله وتجاوبوا على بعضكم. البدايه معاك جاسر الرياحي، اسئلتك تفضل. المهند يلي تخرج له راس راس. به مهند حكيت على القانون الانتخابي، انا نعرف القانون الانتخابي مهم برشا، لكن نحب نطرح سؤال. كيفاش ترى انه نجموا احنا نغيروا في القانون الانتخابي باش يكون ملائم؟ لكن ملاحظه برك نقولها لك يا مهند، راهو نجم يتم التلاعب بطريقه الاقتراع ويتم التلاعب برشا حاجات اخرى ماذا بيك انت تجاوبني عليهم، خاطر هما نورمال يش يتبدلوا اذا الموضوع حساس. تفضل. يلا يقول لك نظام انتخابي يتبدل ردوا بنا واللي نجم يهزنا. تفضل. القانون الانتخابي نتاعنا، القانون الانتخابي نتاعنا ماهوش واضح. لاحظوا عم ناول ورابط 41.7% صوتوا في الانتخابات التشريعيه 2019. يعني نص الشعب ما مشيش يصوت. يعني ولينا نحكيو على الاغلبيه صامته، شكون باش يمثلهم وشنو رايه في البلاد؟ على هذاك انه يلزموا نبدلوا القانون الانتخابي نتاعنا، ما نجحش معانا يا خويا القانون الانتخابي هذا، لازم نشوفوا قانون جديد باش الشعب الكل يعبر ويحكي ويمشي ينتخب. علاش خويا معناها كي لاحظوا احنا اغلبيه الشعب ما مشاتش تنتخب، هذاك شكون باش يمثل؟ ما باش تخلي احزاب معناها سياسي اللي عندها معناها النواه نتاعها الكل تطلع وتمشي تشد بلايصها والاغلبيه الشعب ما يمثلها حتى حد، وهذاك هو معناها القانون الانتخابي. جاوبك عليه. عندك سؤال اخر لي؟ عندي رد على السؤال هذا. ميسالش تفضل. ممكن به بالنسبه كنقولوا احنا باللي فما عنقل. انا ساعتي ما جاوبتنيش، انا قلت لك اعطيني شنو نبدلوا بالضبط، قاعد تحكي لي على القانون الانتخابي وما جاوبتنيش على سؤالي، نرجو منك الالتزام بالسؤال. قال لك فيه تمثيليه ماهيش واسعه، واضح كانت اجابته ركز مع شويه. التمثيليه بالنسبه لي التمثيليه ما كانتش واسعه، ويقول لك ما شاركوش فيه الشباب وجزء كبير كان شاركت مدام خليل مع بعض. نرجو زاد الياس انه انت زاد تركز معايا. الياس انا ما قلتش، انا قلت له اعطيني شو تحب تبدل بالضبط، ما قلتلوش فسر لي، ما قلتوش اعطيني شنو موجود. كنت حبيتك تقول لي العتبه الانتخابيه نحكيو عليها مثلا اللي بعض الاحزاب السياسيه حكيت عليها زاد اليوم، حبيت تحكي لي على الاقتراع بأكبر البقايا اللي خلي فما تشتت. لكن لحظة بارك حاجة بارك نقولها، كنت تعطيني الكلمة في ساعة تقول بلي راهو فما أزمة على مستوى تمثيلية الديمقراطية التمثيلية، وراهو في فرنسا نسبة المشاركة كانت 42.64% في الدولة الأولى 2017. إذا مش كونس بارك الآن دقيقة من زمان. جاسر مع الأستاذة دليلة مصدق مباشرة في المواجهة. تفضل جاسر. دليلة تفضل. عسلامة مرة أخرى ساعة أستاذة. حابين نسك سؤال. حكينا بكري على الطبقة السياسية، لكن أنت رافيك قاعدة تجمع ما بين الطبقة السياسية ككل، وهذا الرافيه ما تراش فيه نوع من التعميم، ونعرفوا دور التعميم كمغالط. زعما الطبقة السياسية بكلها خام، يعني غلط الطبقة السياسية بالمعارضة، يعني فما ناس تحكم ناس معارضة عندهم فكرة ضدهم. يلا دليلة مصدق شنو إجابتك؟ أنا شخصيا نعتبر أن الطبقة السياسية كلها غالطة. من يمينها إلى يسارها. من يمينها إلى يسارها، لأنه المعارضة ما عرفتش تعارض وما عرفتش كيفاش تقنع، واللي حكمت عبثت بالدولة. عبثت بالدولة مدة 10 سنين، عبثت لدرجة وأنه اليوم تونس على حافة الإفلاس. هي ما قالت الكل ما دام الكل ما فما حتى واحد كان ناجح في خيار. أنا نطرح سؤال، أعطيني حزب واحد أو شخص واحد حكم في تونس وتنجم تغزر له في عينيه وتقول هذا إلى في دو بيان. خليجي هذا يعمل حاجة لتونس. شخص واحد. وصل السؤال، خليجي جاسر. بس بسؤالها على كلمة شخص واحد هنا اعطيهولي باش بتثبت الكلام نتاعك. شخص مش حزب. نعطيك يعني تحب حزب مذهبية. اما شخص واحد سهلت لك. شخص واحد حكم في تونس، بون هذا ما عنده حتى علاقة بالمرجعيات، لكن نقول لك باللي نذكر مثلا من ضمن اللي حكموا في البلاد نقولوا البيجي قايد السبسي كرئيس، كان عام دور كبير في تجميع التوانسه، ما حكمش في البلاد. اجا نفسر لك بيجي قايد السبسي شنو هو العوار اللي عملهم في تونس. انت قلت الله يرحمه قدر وقدر عليه. خليها تجاوبك جاسر. بيجي قايد السبسي خليها تعطيك. بيجي قايد السبسي تعلموا نسمعوا بسبب عندك ألف بيجي قايد السبسي الله يرحمه بسبب تفكيره النرجسي، بسبب دفاعه عن ابنه، حطم حزب كان يمثل اكليبر في البلاد. بيجي قايد السبسي خلق ازمه سياسيه رهيبه مع رئيس الحكومه بكارتاج اثنين. وصلت الفكره. والتو نعانيو فيها
المعاناة وصلت فكرة المعاناة. برافو دليلة مصادق، شكرا لك اللي جاوبت في 30 ثانية. مهند سنة مارسني تفضل مباشرة تنجم تسألة. بيه اليوم تعدت المبادرات حول حوار وطني. خزر لها. أي فما هو موقفكم من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهل ترونها كفيلة لإخراج البلاد من هذه الأزمة؟ تفضل اللي. قبل ما نحكي لك على مبادرة اتحاد الشغل اللي هي اليوم ما زلت ملامحها ماهيش واضحة يعني جيبوا على سؤاله مدام مارس. أنا باش نجاوب على سؤاله، ولكن خلينا نقولوا اللي اليوم تونس تجربتها مع الحوار كانت دائما تجربة إيجابية، فبالتالي كل مبادرة للحوار كانت ديما تخرجنا من أزمة وتخرجنا من مشكل. وكل ما يكون الحوار هذايا فيه أول حاجة حوار من غير شروط، عمره الحوار ما يتبدأ بالشروط، حوار ما فيهوش إقصاء لأي طرف يكون حوار ناجح، لأنه كل ما نقوله الطرف هذا لا والطرف هذا لا راه معنا وين نوصلوا، وتكون فيه ملفات مهمة، احنا عندنا مجموعة من الملفات اللي اليوم ما نجمناش نلقاو فيهم حلول لأسباب خلينا نقولوا مختلفة. اليوم موضوع المؤسسات العمومية، موضوع الدعم اللي يلزم يمشي المستحقين المواطنة وإلى القيادية في حركة النهضة للزوز 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 يجاوبوا ملف موضوع الدعم هذا اللي يلزم يمشي المستحقيه واللي ما نجمناش كذلك نحلوه ونلقاو فيه حل. معنى عديد الملفات اللي شكرا لك الإجابة اللي من المهم نمشيو. فبالتالي يقول انه الحوار اليوم مهما كانت الجهه الداعيه ليه راه مهم اذا كان قادر باش يجاوب ولم ما هزتناش الحسم. لا ما عندناش حتى حوار الحوار هزتني الى ترضية الجميع وليست معناها التنفيذ في القضايا معناها الرسمي. لا وين الحوار اللي هزنا لترضية الجميع؟ اعطيني حوار. الحوار اللي صار حوار وطني في 2000 وين الترضيات؟ الترضيات اللي صارت في الدستور جانا الدستور يقول الشيء وضده. شكون كيفاش يقول الشيء وضده؟ الحوارات اللي صارت تصير اليوم توافقات الدستور التونسي كانوا فيه حسمة فيها توافقات كل واحد نعطي وجهها. شكرا لكم خرجنا قوانين ستوب يظهر لي الإجابة كانت واضحة من عند سلامة. هو الحوار بيني وبين جاسر معناها ولكن ما مش كون قاعد يدخل لا يقصي الجميع. شكرا لك سلامة. هو سألني قال لي قلت أعطيني حوار فيه ترضيات عطاني حوار ما فيش ترضيات ما جاوبنيش على السؤال. جاوبك مهند اللي عمره 16 سنة في زعمة 16 سنة واللي جاوبك حسب ما يعرف من الوضعيات العامة. زعمة تونس في ثنية صحيحة. سؤال هذا كان زاد موضوع مناظرة الديدي 6 اللي نظمتها مبادرة مناظرة في 2012 عام بعد انتخابات المجلس التأسيسي، واحنا حابين نتذكروا اش صار في الحلقة هذيك وخاصة هل غير الفريق الفائز رايو اليوم. تفضل. هل تونس في المسار الصحيح؟ كان هذا السؤال اللي طرحته مبادرة مناظرة للنقاش خلال سادس مناظرة في مشروع ديدي في 2012 تقريبا عام بعد انتخابات المجلس التأسيسي وعامين بعد الثورة. المناظرة جمعت بين أميمة الثايري والعجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة في فريق الموالاة ومحمد الناصر بالزين وياسين إبراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري وقتها في فريق المعارضة. في بداية الحلقة كان تصويت الجمهور على الأطروحة بشكل هذائي، ولكن في نهاية الحلقة نجح الفريق الموالي اللي شاف كون تونس في المسار الصحيح في تغيير رأي المحايدين من الجمهور وكان هو الفريق الفائز. لذلك رغم الصعوبات العراقيل أخطاء اختلافاتنا الكل تونس ماشية في المسار الصحيح ونحن نقوم خطواتنا الأولى على طريق الديمقراطية والحرية ورحلة الأنفيميل تبدأ بخطوة. واليوم وبعد 8 سنين على مناظرة ديدي 6 حبينا نعود نعرفوا رأي أميمة الثايري ومحمد الناصر بالزين من جديد. ورغم تعذر الاتصال محمد الناصر للأسف تمكننا من لقاء أميمة مرة أخرى. زعمة تونس في ثنية صحيحة ولا لا؟ مش نجاوب. تونس في ثنية صحيحة من وجهة نظر أن عملنا مؤسسات وعملنا دستور وبدينا في الديمقراطية. تونس في ثنية صحيحة من جهة أن عملنا تبادل سلمي على السلطة ولا نعملوا في الانتخابات ومبدلنا من رئيس لرئيس بطريقة سلمية ومن حكومة لحكومة. شكرا لكم على المتابعة. زعمة في حلقتنا الأخيرة من سنة 2020 وإن شاء الله يكون لقاءات في 2021. نذكر بالتصويت قبل الحصة كان 16% نعم 84% لا. إذا يتغير حتى تصويت واحد يكون الفريق الموالي ولا المعارض اربح. شوية آخر التصويت للمرة الثانية من عند جمهورنا الافتراضي، لكن حال الآن الوقت للاستماع الأخير لجاسر ومهند.
يلا جسر 99 ثانية الحجاج الأخيرة متاعك تفضل. جسر الريح عسلامة تونس مرة أخرى. تونس في ثنية صحيحة. مدامنا عنا حرية تعبير حكينا على دور حرية التعبير دورها الكبير باش نتجاوزوا احنا العقبات نتاعنا الاجتماعية. تونس في ثنية صحيحة مداب احنا مازال عندنا مشهد سياسي منفتح يخلي بلي فما المبادرات نتاع الحوار الوطني راهي هي ديجا داخلة في مبادئ الدستور وجاية تحت جاية حلول من داخل الدستور لذا ديما يخلي ماشيين في المسار الصحيح اللي حطيناه احنا من 2011 وكرسناه في دستور 2014. زيدا نحكيه من جهة أخرى على تونس في ثنية صحيحة مداب عنا شفافية عنا شفافية عنا محاسبة مراقبة راو النتيجة متاحة في رئيس الحكومة اللي الأسبق اللي استقال لشبهة تضارب مصالح. تونس في ثنية صحيحة مداب احنا مازلنا محافظين على حرية التعبير وعلى اللي تخلينا نجموا نقدموا برشا وغيرها من الحريات وحقنا في المعلومة وحق التنظم اللي يخلي برشا جمعيات قاعدة تدعم في بلادنا وتعاضد في دور الدولة. آخر حاجة نقولها نحب نقول للتوانسة اللي خرجوا في الثورة عمرنا ما نسيناكم. التوانسة اللي دافعوا وحاربوا باش ناخذوا احنا حقوق الحريات هذم احنا رانا لازمنا نكملوا في هذا ديجا احتي يعني وفاء لهم وفاء لتضحياتهم. هذا شنو نجم نقول في بلادنا اليوم توانسة مهما كان الطريق طويل ولا صعيب احنا في ثنية صحيحة لازمنا نكملوا باش نوصلوا. واخر حاجة نقولها نقول بلي راهي الديمقراطية كيفها كيف الحب وكيف الفلوس كان ما نحافظوش عليها كان ما ردوش بالنا منها باش تسرق لنا. نترحم على فقيدنا اليوم في العملية الإرهابية الغادرة. شكرا لك جاسر بارك الله فيك. الفريق الموالي عنده الحجج الاخيره نتاعو. تفضل سي مهند 99 ثانيه للفريق المعارض تفضل. تفضل مهند. تونس ماشيه في الثنية الغالطه يا توانسه رانا قاعدين نغلطوا توا. تونس ماشيه في الثنية الغالطه. لاحظوا اللي الوضع العام تاع تونس وضع كارثي وضع كارثي غياب الحلول الاجتماعيه والاقتصاديه. نحكيوا على دوله غارقه على مستوى المديونيه عاجزه على مستوى الميزانيه وهذا اللي باش يهز تونس الكارثه واللي شعبه باش يولي مصيره مجهول. حاجه ثانيه انه معناها كما حكيت باش يولي معناها مصيره مجهول. زاد الصحه التونسيه اللي جائحه كورونا اثبتت لنا الوجه المزيان نتاع الصحة متاعنا وعنا بالحق بين انه فما خراب على مستوى الصحة على مستوى الصحة وسامحوني في هالكلمة بالحق معناها. لاحظوا زادة اكزامبل صغير انه المواطن التونسي اذا يمشي عادي في سبيطار يعطيوه رونديفو بستة شهور. المواطن ذاك يبقى يستنى ستة شهور باش يمشي عادي ستة شهور ذوكم يحيا ويموت فيهم. بالحق معناها الكورونا وصلت لنا انه الصحة متاعنا متخربة. حاجة اخرى كما حكيت بكري على التعليم وانا معناها في الخطاب متاعي هذا باش نلخصهم التعليم ما عادش يمثل مصعد الاجتماعي اللي حاشتنا به انه توا حاشتنا بشباب قادر انه يقود البلاد خاطر المستقبل هما احنا. يلزمنا نظام تعليمي واضح زاده ونبدلوا انه على خاطر النظام التعليمي اللي متكلاسي معناها في اخر المراتب. زاده حاجه اخرى الاقتصاد اقتصاديا بلادنا معناها فشلت انها توفر معناها المجال المناسب للاستثمار. نحكيوا على تونس اللي في المرتبه السابعه عربيا والمرتبه 87 عالميا على مستوى الاقتصاد الصادر في سنة 2019 على المؤشر الاقتصادي العالمي. وهذا الكل نحب نقول اللي يلزمنا نفيقوا بغلطتنا واللي تونس ما هيش في ثنية صحيحة. شكرا. شكرا لك مهند بارك الله فيك يعطيك الصحة. نذكر 16 سنة ونذكر أنه الفرصة في زعمة كانت للشباب ما بين 16 و 35 سنة باش نرسيوا فكرة المناظرة وباش صوتهم يخلط في هذا الكل الغوغاء اللي تسمعوها يومين على الأقل جزء من الشباب ينجم يوصل صوته. هتنشوف التصويت. نذكر أنه في البداية كان 16% نعم 84% لا. دونك الفريق المعارض هو اللي كان كان رابح. هتنشوف ما نعرفش شنو صار في التصويت زعما ربحتوا تقدمتوا شوية زعما شوف ويلا نشوفوا الأرقام الأرقام اللي من عند جمهورنا افتراضيا صوت 22% نعم 78% لا. هذا يعني أنه الفريق الموالي هو اللي ربح وكانت الحجاج متاعه
قدمت شوية وخلت التونسي يمكن يرجع يتقنع شوية أن تونس في ثنية صحيحة. شكرا لكم، بارك الله فيك مدام سناء، مدام دليلة، مهند، جاسر، بارك الله فيكم، شكرا لكم على التحاجج هذا صحيح اللي صعيب أنه الوقت نحترموه على خاطر مستنسين بالوقت المحلول والسهل. زعمة تجربة خارقة العادة، خلتنا نسمع شباب ممتاز، خلت الشباب هذايا يكون موجود في تكوين للمحاجة، وخلى زاد كذلك يحتك بعالم التلفزة وعالم الراديو. شكرا لهم الكل، شكرا للمكونين، شكرا للفرق التقنية، شكرا للزعمة. موعدنا إن شاء الله في برامجنا إن شاء الله سنة 2021 كواليسنا نفاو بهم، على خاطر في كواليسنا نعيش معهم لحظات خارق العادة. شكرا زادة لجمهورنا الافتراضي، إن شاء الله نتقابلوا في أقرب الأوقات في الأمان.